لليوم الثاني على التوالي تواصل السلطات المحلية ورجال الوقاية المدنية عملية البحث وانتشال الضحايا الذين لا يزالون تحت أنقاض البناية الثلاث التي انهارت يوم أمس. وقد تم تعزيز وسائل الإنقاذ بآليات جديدة لتثبيت العمارات الثلاث المجاورة والمهددة بالانهيار. عملية الإنقاذ هذه لا زالت متواصلة منذ أكثر من 30 ساعة بدون انقطاع، وتم توقيف العملية مؤقتا نظرا لهشاشة البنايات المنهارة وخطورتها على العمارات المجاورة، حيث تم إجلاء 18 عائلة منها. وبعد إنجاز دراسات لازمة من طرف مكتب عمومي مختص، تم توظيف وسائل جد مهمة لتثبيت العمارات الثلاث المجاورة المهددة بالانهيار لتمكين فرق التدخل من متابعة عملية التنقيب والبحث. وكإجراء أمني وقائي تم إخلاء العمارات الثلاث من سكانها منذ يوم الواقعة تفاديا لوقوع خسائر بشرية أخرى، لكن لم يجد سكان هذه العمارات في الوقت الراهن مكانا لإيوائهم. أختي حنا ثلاث أيام وحنا قاعدين في الزنقة، نعزين في الزنقة، قاعدين في الزنقة، واكلين في الزنقة، ملابسين ما فاطرين ما صايمين، حنا ولادنا وحوايجنا مشتين. الدار الحمراء ديالنا هي اللي دابا مازال ما طاحتش، ما عرفنا غطيح ولا ما غطيحش، دابا راه ما تيديروا في الكاله. ولكن المشكل الكبير هو ان جيراننا باقيين تحت الردم، وليداتنا وكبروا معانا وجيراننا وكلينا وشربنا معاهم باقيين تحت الردم. العشوائي بين العشوائي اللي ولاو هنا في هذه الحياه، العشوائي الاخرين، اما القانون اللي كاين راه هو هذا، وهاد الناس اللي سبوا لنا في هادشي الله ياخذ فيهم الحق. تقريبا في المده انتم خارجين من نهار وقعت الواقعه، نهار طاحوا الديور من البارح مع 3 و4 ديال الصباح. ما كاين لا فطور لا عشاء لا حتى شي حاجه، عينين محلولين تيح الله. ومن جهه اخرى ثم ايواء المجموعه الاولى المكونه من 23 اسره متضرره بمنازل بحي النهضه بالبرنوسي، وتاتي هذه العمليه تنفيذا لتعليمات الملك محمد السادس الذي اصدر اوامره للسلطات المحليه لاتخاذ الاجراءات اللازمه لاعاده ايواء المنكوبين بشكل مؤقت. Ah.